انا مبسوط ان انتوا جيتوا النهارده عشان خاطر ان انتوا تشوفوا بعينيكوا اللي احنا بندرسه في الكورس بتاعنا. اول حاجه عاوز الفت نظركم ليها قبل ما نخش القاهره الفاطميه، السور اللي في ظهرنا ده. تمام، هتلاحظ حاجه بقى في منتهى الاهميه في السور ده. بصوا منسوب الشارع عامل ازاي اللي هو فيه العربيات، وبصوا منسوب المكان اللي احنا قاعدين فيه ده تمام عامل ازاي، وبصوا الحفره اللي ورا ديت عامله ازاي. بص في حفره كده وراك اللي هي اسمها خندق، خندق يعني منسوب تمام نازل عن المنسوب الارض الحقيقيه بحوالي 3 4 متر. اوكي طيب، وبعد الخندق دوت هتلاقي فيه سور عملاق مبني بالحجر ارتفاعه كبير، ارتفاعه هو داخل في حدود 3 ادوار ولا حاجه. طيب ليه تعمل حاجه زي كده؟ هو احنا دلوقتي موجودين على حافه القاهره الفاطميه، القاهره الفاطميه اللي هي المفروض ورا السور. احنا حاليا يعتبر خارج القاهره الفاطميه، واحنا حاليا موجودين في المنطقه الشماليه من القاهره الفاطميه. تمام، ليه يعمل سور عملاق بالشكل دوت وليه يصور القاهره بالشكل ده؟ هي دي بقى فكره اللي هو الشباب هيقدر يتكلم عليها في الريسيرش اللي احنا جماعي، اللي هي فكره الاسوار، فكره الاسوار الدفاعيه. ممكن ترد عليها فكره الاسوار الدفاعيه؟ ايه الاسوار الدفاعيه؟ ان انا باجي حوالين الحاجه اللي هي شايل همها وابدا اعمل اسوار دفاعيه وبوابات بحيث ما حدش ينفع يخترقها، بحيث ما حدش ينفع ايه يخترقها. طيب انا عشان اخش بشكل رسمي، عشان اخش بشكل رسمي بخش من باب الفتوح وباب النصر اللي هم البوابتين اللي هم اللاند مارك الكبار اللي بيقول لي اقدر اخش من خلالهم. طب انا حابب ان انا اخترق وما اخش من بابه الرئيسيه، ما قداميش غير حل تاني بقى ان انا اخترق السور ده. طب اخترق السور ازاي تمام وهو مرتفع؟ لازم هتسلقه صح، لازم انا هجيب حبال واجيب سلالم واتسلقه. هو بقى عشان خاطر يمنع ان حد يوصل لحد السور واتسلقه تمام، انا عمل الخندق ده بالظبط كده. فاعتبر الخندق دوت نوع من انواع التامين الدفاعي. والخندق ده ما كانش بيستاب كده فويد، لا ده كان بيتملي بالزيت، واول ما يجي حد عاوز يخترق السور يروحوا مولعين في الزيت ده تمام كده. فاصبح دلوقتي عشان حد يقدر ينط من فوق السور ده زيت بيرموا فيه نار، بيرموا فيه شعله نار عشان يولع فيه تمام. انتوا عارفين ماما لما تيجي تقلي حاجه في الزيت، الزيت لما بيطرطش بيجي في جلد واحد ما بيقدرش حد يستحمله، تخيل بقى لما دوت يكون مساحه مملوءه بالزيت وبيتولع فيها. عايز تعمل كده؟ فطبعا يعني فكر دفاعي بحت، فكره ان ما حدش يقدر يوصل لحد السور ويخترق السور، فبالتالي عملوا الخندق اللي هو حوالين السور بحيث ان هو يملوه بالزيت وبعد كده يولعوا فيه في وقت ما بيبقى فيه خطر وهو مش عاوز حد ان هو يقرب للسور ده. طبعا بخلاف دوت هتلاقي فيه عساكر واقفين فوق السور، وهتلاقي فيه فتحات ضيقه لو انت لاحظتها موجوده قبل نهايه السور، شايفينها الفتحات الضيقه ديت؟ الفتحات بقى الضيقه ديت عباره عن شبابيك، دي شبابيك يعني ايه متصممه بالشكل ده علشان يبقى فيه وراه عسكري معاه سهم واقف بينشن على حد واقف بره. طبعا الفتحه ديت من بره ضيقه او احنا شايفينها هي ضيقه، لكن من جوه واسعه، يعني هي جايه بشكل مخروط كده اهوت. فبالتالي لما حد يقف ورا الفتحه ديت هيعرف يصطاد اي حد واقف ان اهوت بالسهم، وفي نفس الوقت يصعب عليا وانا واقف ان اهوت ان انا اصطاده، انا مش شايفه يعني صعب ان انا انشن عليه. دي اسمها مزاغل اللي هي الفتحات الضيقه اللي هي موجوده في اعلى السوق. وده كان فكره فعلا بحت ان انا اجي اعمل فتحات ضيقه اللي اسمها مزاغل واعمل ورا السور ده كوريدور واوض بحيث ان العساكر يقدروا يمشوا فيها ومحدش يقدر يشوفهم ويقدروا يصطادوا الناس من فوق الايه؟ من فوق الاسوار بالشكل ده اهو. تمام كده يا جماعه؟ يبقى فكره السور ده هو فكره حربيه، فكره الخندق ده فكره حربيه، وكلها فكر دفاعي عشان خاطر محدش يقدر يقرب ناحيه الايه؟ المكان ده اهو. اوكي؟ هنخش بقى من البوابه الرسميه اللي هي البوابه بتاعت الفتوح. اوكي؟ هنشوف مع بعض بقى ازاي هخش البوابه الرسميه، وهنلاحظ بقى الارتفاع الشاهق، وهنشوف البوابه الخشب اللي هي سمكها تخين جدا عشان حد اي حد يقدر يخش هيبقى يصعب عليه ان هو يعدي البوابه ده. اوكي نعدي. عندك سؤال؟ اه، فهو فعلا مع الزمن اتردم، فكان اغوط من كده اهوت. طبعا دلوقتي هتلاقي فيه لايتنج اضاءه عشان خاطر بينوروا السور، لكن زمان ما كانش فيه الكلام ده كله، ده كلام حديث. عايز برضه اقول حاجه في منتهى الاهميه تمام، حد يقدر يخمن عمر السور ده قد ايه؟ حد يقدر يخمن السور ده اتبنى من قد ايه؟ من قد ايه؟ كام سنه؟ 100 سنة، 200 سنة، أكتر، أقل؟ بالظبط صح. السور ده بقاله 1055 سنة، تخيلوا 1055 سنة. والله يعني هما ازاي بيثبتوا الحرم؟ ازاي بيثبتوا الحرم؟ ازاي بيعملوا الأهرامات؟ ما هو نفس الفكرة. ده نفس السؤال، ما أنا إيه اللي بيمسك الحجر ببعض؟ أي يعني إزاي بيعملوا الحجر؟ تمام تمام. طبعا الحجر عشان يثبته ببعضه ليه أفكار كتيرة أوي. إحنا في العصر الحديث بنقسم الحجر لوحدات صغيرة، يعني عبارة عن طوب كبير، وبنجيب ماده اشبه بالمونه ونبدا نرصها جنب بعضها جنب بعضها. في فكر تاني ان اقول لك لا انا ابدا ارص الحجر والحجر هيبدا يمسك نفسه بنفسه نتيجه الاحمال، نتيجه ان هو تقيل. فده يعتبر فكر تاني ان هو عاوز يثبت الاحجار نتيجه الاوزان. وهتلاقي في بعض المشاريع بتعمل فيها احجار نتيجه ان هو بيحرق الماتيريال، يعني لما بيحرقها ويوصلها لدرجه حراره معينه بيتحول الماتيريال ده
الحبيبات متماسكه فهو بيبقى حاجه اشبه بالحجر. يعني افكار كتيره بس بتحل تحت درجه حراره معينه فيتحول من كتر التماسك لماتيريال كانه بالظبط حجر. يعني في افكار كتيره ازاي ان هو يثبت الاحجار مع بعضها. طبعا زي ما كانش فيه تكنولوجيا حديثه عندنا على السلامه، زي ما كانش فيه اوناش والكلام ده كله، فيعتبر لحد ما كان بيتصرف من خلال قدراته البشريه وفي نفس الوقت الحيوانات اللي معاه كان بيقدر ان هو يشد بيها من خلال الاحبال عشان خاطر يبدا يرص الاحجار بالشكل ده. زي ما شايفين شوفوا الحجر عامل ازاي، يعني هو يونت كبير اساس ان دوت دفاعي، صعب ان حد يكسره وصعب ان حد يخترقه يعني. تمام كده؟ نخش بقى جوه ونشوف جوه الدنيا عامله ازاي. شرحنا فكره السور بره. وقلنا ان السور اللي بره اللي احنا دلوقتي احنا بينا جوه اهوت، السور من بره قلنا ده سور دفاعي. طبعا واحنا واقفين بره شفنا ايه؟ شفنا فتحات الضيقه اللي اسمها المزاغل، وشفنا الارتفاعات الكبيره، وشفنا كمان الخندق، في خندق كده حفره كبيره موجوده حوالين السور قلنا كانت بترمي فيها الزيت عشان ايه؟ عشان يوم ما يبقى فيه خطر ما يقدرش الخطر الناس اللي هم عاوزين يتعدوا ويخشوا المكان ما يقدروش يخشوا. طيب من جوه بقى بص من جوه عامل ازاي؟ وهتلاقي في سلم اهوت بيطلع لحد فوق، اوكي؟ بحيث يدي اوبشن ان يقدر يبقى فيه كنترول، ان انا اقدر فوق وابص واشوف مين رايح ومين جاي. تمام كده اهوت؟ يبقى دي الصوره البصريه للسور القاهره الفاطميه لباب الفتوح من جوه. واحنا كنا واقفين من بره، فطبعا الصوره الى حد ما مختلفه. ملاحظين ان الفتحات الموجوده عندي فتحات كبيره، صح؟ شباك كبير، عكس اللي بره، اللي بره كانت فتحات كلها ضيقه وشريطيه وانا مش هشوف اللي وراها من كتر ما هي ضيقه. فعشان بس تعرف ان هو ازاي كان بيفكر باسلوب حربي، ان هو قد ايه كان بيبقى عاوز واقف في الكوريدور الممر ده، ان سمك السور ده كبير، ويقدر يلمح الناس اللي بره، ويقدر كمان ان هو يرميهم بالسهام لو هم جايين يتعدوا على الناس الموجوده جوه، وفي نفس الوقت ما اللي بره ما يقدرش يشوفه وما يقدرش كمان يصطاده زي ما بيقولوا كده، ان هو يعني ايه يرمي عليه سهم او حاجه زي كده. طبعا يعني في فتره من الفترات كان السور دوت كنت اقدر اطلعه، تمام؟ يعني كان مفتوح مزار سياحي. حاليا لحد ما يعني مقفول زي ما انتم شايفين كده عشان الامن قاعد عنده. السور اللي زيه مفتوح، لو احنا بقى مشينا في شارع المعز، ده شباب اسمه شارع المعز في ظهر ده او قصبه المعز. لو احنا مشينا في اخره لحد المنطقه الجنوبيه هنلاقي في المنطقه الجنوبيه هناك في باب تاني اسمه باب زويله. باب زويله برضو سور شكل السور ده اهوت بس مفتوح مزار سياحي. يعني هينفع ان انا اخد تيكت واطلع فوقيه واصور من فوقيه والكلام ده كله. فهم قافلين ده وفاتحين اللي هو اللي هناك. تمام كده اهوت؟ طيب ده باب الفتوح وفي باب تاني جنبه اسمه باب النصر. فدول بوابتين تمام للقاهره الفاطميه، احنا دلوقتي داخل القاهره الفاطميه. طبعا زمان القاهره الفاطميه ما كانش نفس الصوره البصريه بتاع دلوقتي، يعني دلوقتي في مساكن وناس عايشه والكلام ده كله. لكن زمان ايام الفاطميين لا ما كانش فيه الكلام ده كله، كان عباره عن قصرين، قصر شرقي وقصر غربي وبينهم ساحه، وكان في جامع الازهر اللي هو موجود هناك، والباقي كله كان حدائق، حدائق عباره عن ممشى ومتنزهات وكده هوت يعني. فيعتبر ان السور دوت بيحمي ايه؟ بيحمي القصر الكبير اللي هو الشرقي والغربي اللي هو فيه السلطان او الملك، وكمان بيحمي الجامع الموجود جوه اللي هو كان بيستعمل جامع وجامعه في نفس الوقت اللي هو جامع الازهر اللي هو الناحيه الثانيه. طيب في حاجه مهمه عاوز الفت نظرك ليها اللي هو الجامع اللي في ظهرنا ده. بصوا كده عليه الجامع اللي في ظهرنا ده. ده جامع مشهور اسمه جامع الحاكم، جامع مشهور اسمه جامع الحاكم. احنا عندنا في العصر الفاطمي في نموذجين جامع، في نموذج جامع كبير ونموذج جامع صغير، اهو ده يعتبر مصنف ان هو نموذج جامع كبير. ومصنف كمان ان هو اول جامع في الحضاره الاسلاميه اتعمل فيه مدخل بارز، بص الانترنس عامل ازاي؟ بارز عن الوجه. تمام كده؟ ما كانش فيه كده، يعني فكره ان اعمل انترنس بارز ما كانش فيه، كان دايما المدخل هو ماشي مع السور بتاعي العادي. لكن انا اعمله كلاند مارك واميزه بصريا واعمل فيه ارتفاع زي كده والناس تبقى جايه من بعيد شايفه الانترنس، ده كان اول مدخل يتعمل بالشكل ده. تمام كده اهوت؟ طبعا هو حاليا مقفول لكن هيتفتح كمان شويه عشان خاطر الصلاه. هو لسه مترمم من قريب فلما تيجي تخش جوه يعني حاجه تحفه. في ناس كتير بتعمل فيه ايفنتات، ناس مثلا هيتجوزوا مش عارف مناسبه ايه بيخشوا يستاذنوا وفي رسوم وبعد كده بيخش يعمل ايفنت بتاعه جوه. فجوه الصراحه حاجه ممتازه خالص يعني. طيب في حاجه اخيره عاوز اقولها قبل ما نكمل الجوله بتاعتنا. زمايلكم الاكبر منكم تمام كان ايام دكتور عمر جلال، مش عارف تعرف دكتور عمر جلال ولا لا. دكتور عمر جلال دلوقتي ماسك رئيس قسم الفرع الاكاديميه بس هناك في سوريا. تمام اعتقد السنه اللي فاتت او قبل اللي فات، سمستر قبل اللي فات حاجه كده. طيب عمل ايه دكتور عمر جلال؟ في ماده ديزاين تمام ادى زمايلك ارضين تمام تو لوكيشنز. في لوكيشن ده اوكي اللي هو دلوقتي بالدنيا كان وقتها لسه فاضي، وفي لوكيشن تاني موجود الناحيه الثانيه عند الخياميه برضو ارض فاضيه. وكان في انت كنت معاهم؟ طب كويس قوي تمام. طيب زمايلك بقى عملوا ايه؟ كان المشروع مشروع هتاخد بالك من حاجه زي كده، ان الارض قدامها
مكان تاريخي، قدامها جامع الحاكم، قدامها المآذن، وقدامها نواة السور. فبالتالي ده سؤال في منتهى الأهمية، إزاي أنا هبني في وسط المباني دي؟ ولو طلعت مبنى شكله بعمل إزاي؟ تمام، هيبقى بشكل مودرن ولا شكله شكل المباني الموجودة حواليه؟ طب أنا هل هراعي؟ يعني السيد هنا في عندي جامع الحاكم مدخله من هنا، هل لما أجي أعمل نواة مشروع هراعي المدخل ده؟ يعني سي هعمل مدخل قدامه أو هعمل حتى زوايا نظر بحيث وأنا جوه هعرف أطل عليه؟ يعني دي ده كله سيناريو تمام انت بتتحط فيه تحت الاختبار، عشان فكره ان انا ابني حوالين مباني قديمه ده سؤال في منتهى الاهميه. في بعضنا بيحب الموضوع دوت ويشتغل عليه مشروع تخرج، يعني بيجي في مشروع تخرجه ويختار الارض بتاعته جنب مباني تاريخيه او اثريه عشان ينفع ان هو يتاثر بيها ويديله قوه مشروعه تمام كده. فطبعا زمايلك اللي هم ادوا ظهرهم للجامع وما مستفادوش بيه، او ادوا ظهرهم للسور وما استفادوش بيه، اكيد نقصوا في الدرجات تمام كده. فكره ازاي اعمل بلان واعمل زوايا نظر، اعمل اكسس، في اكس رايح للمدخل، في اكس رايح للمأذنه، في اكس رايح للانترنس اللي هو بتاع السور تمام، بحيث ان انا بربط المشروع بتاعي باللي حواليه. ده كان كنا منتظرينه من زمايلك وهم بيعملوا المشروع ده اهو. فكره ان انا يبقى عندي الواجهه بتاعتي ليها علاقه من حيث الارتفاعات ومن حيث بعض الديتيلز تمام باللي موجوده حواليه، ده اللي كنا منتظرينه برده من زمايلك. السيناريو اللي انت بتعمله جوه المشروع ازاي يكون مرتبط بالسيناريو اللي هو اللي حواليك، ده برضه كنا منتظرينه من زمايلك. حاجات كتير قوي تمام كنا منتظرينه من زمايلك ان هم يعملوه. ده اضعف المهم بتكلم ان انا لما اجي اعمل الفيجن بتاع مشروعي لازم ابين في الباك جراوند تمام المآذن اللي هي مأذنه الجامع الحاكم ومدخل جامع الحاكم والسور. لو انا المشروع بتاعي في الارتفاع اقل يبقى انا في الباك جراوند ببين المحيط العمراني او الكونتكست اللي هو عباره عن تراثي او تاريخي يعني. فخد بالك موضوع زي ده، يعني فكره ان انت بتاخد الكورس بتاع الهيستوري عشان لما جالك ديزاين في وسط يعني مكان تاريخي تعرف ازاي تتصرف معاه. يبقى انت عندك عارف الكونسيبت بتاع المبنى القديم ده عامل ازاي، وعارف العصر بتاعه، وعارف الفكره التصميميه يعني من حيث من جوه ومن بره عامل ازاي، بحيث تقدر تتعامل معاه وانت بتصمم مشروع في وشه حاجه زي كده يعني. اوكي كده يا جماعه تمام. دلوقتي بقى هتنقل هنمشي شارع معز وهنشوف بقى مباني متنوعه، مباني مساجد واسابيل وكتاب وضريح وبمارستان وكل حاجه نقف قدامها. هبدا ان انا اقول لك خد بالك منها. يلا.